في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي، تواصلت فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. في إطار المشاركة الاجتماعية لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة فعاليات المبادرة التي أطلقها مأمور أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. وبشكر وزارة الداخلية وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمحلول شهر رمضان الكريم. بشكر وزارة الداخلية وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين. هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر. ربنا يبارك ويبارك له. احنا متشكرين قوي على الأفضل اللي بتاعته. دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيب، سعيد عليك الأيام بخير. احنا بنشكركم جميعا وبنشكر سيادة الرئيس. كل سنة طيبين. دي هدية السيد الرئيس. احنا بنشكر سيادة الرئيس، شكرا جزيلا ان هو فاكرنا. بنشكرك يا رئيس. كل سنة طيب يا حاج، وكل سنة طيب ودايما فاكرنا وكتر خيرك. كل سنة طيب. سنة وانت طيب. طيبين يا باشا، يا مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباها. نشكر سيادة الرئيس ونقول له بارك الله فيك وتعبينك معانا، وتحيا مصر، تحيا مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباها. تحيا مصر، تحيا مصر. انتوا مبسوطين؟ الحمد لله تمام. هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر. كل سنة وأنت طيب يا سعادة الرئيس. كل سنة وأنت طيب. وأنت بألف صحة وسلامة. ربنا يخلي الرئيس ويبارك. بنشكر السيد الرئيس ان افتكرنا بهدية رمضان في المكان اللي احنا عايشين فيه. بنشكر سعادة المأمور ان وصلنا لحد هنا. كل سنة وانت طيب. حرصت المأموريات على التوجه إلى المواطنين في المنازل والمزارع وأماكن العمل لضمان حصولهم على هذه المساهمة الفاعلة من وزارة الداخلية. السلام طيب وتعودي كان خير. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر. نشكر إن أنت جيتوا لحد هنا، يا رب يخليك وصوتنا سمعنا، يا رب يخليك ويبارك فيك يا رب. أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي، هنا مصر، هنا مصر. أنا كنت في الغيط، بصيت لقيت الظباط جم عليا وسلمونا كرتونه وبقول له كل سنه وانتم طيبه بمناسبه شهر رمضان. نشكر رئيس الجمهوريه وزاره الداخليه على الهديه الحلوه دي. مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد من المبادرات الإنسانية التي يمتد صداها إلى كل ربوع الوطن لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم ورسم البسمة على وجوههم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه أسمى معاني التكافل الاجتماعي.
شاكرين جدا للشرطه وشاكرين جدا لسياده الرئيس، وبقول له كل سنه وحضرتك طيب. يا رب يحفظكم ويحفظ مصر ويحفظ شعب مصر العظيم من كل مكروه وسوء يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. ربنا يخليكوا ليا يا رب، هذا ما تنكسرش لكم ابدا، تتنكوا جايين لي وادوكوا العمر على عمركم وما ينكسرش خاطركم. اتفضلي يا حاج. لا انت ولا الرئيس ابدا.